بداية كل صباح كوب شاي من كانتين الكلية، وعلى طول رايحين للمحاضرة. وفي نفس الصبح محمد وأصدقائي خططوا عشان فعاليتهم القادمة. أحمد منشغل في حل الأسايمنت لأنه آخر يوم لتسليمه. علا في المكتبة تذاكر للاختبار القادم. ماهي وربعة ما يفوتوا تحدي تنس الريشة، ومحمد عايش وقت فراغه في المركز الطلابي، وهذا جدولهم بشكل يومي لحد ما وصلنا لليوم المنتظر، وهو مبارك لكم التخرج. شغفكم وعملكم الشاق هو ما أوصلكم هنا اليوم، وهو ما سيقودكم نحو تحقيق المزيد في المستقبل. ليس هناك طريق مختصر للنجاح. We are so proud of you. Always be the best version of yourself. مبروك. God bless. You will always be in my prayers. الإرادة هي مفتاح الأمنيات، متى ما نقشت زواياه بالأمل. فلنحسن اختيار الأبواب لنصنع أمجادا طالما راودتنا. هنيئا لكم مجد تخرجكم، بورك مسعاكم، كل التوفيق. Congratulations to our graduates who have successfully gone through an important phase of study that lays the foundation of lifelong learning. I hope the knowledge and skills acquired by you will help you contribute to the development of a harmonious and sustainable nation. أبارك لكم تخرجكم وأتمنى لكم التوفيق الدائم في حياتكم العملية. مثابرتك سر نجاحك، إصرارك سر تفوقك، وصبرك سر تميزك. كن فخورا بنفسك اليوم فأنت تجني ما غرست بالأمس. Congratulations to all students, their families and friends. Dear students, this is the day of reward, joy and happiness as you have achieved what you have endeavored for. Congratulations again. أبنائي الخريجين، زرعتم فحصدتم، فهنيئا لكم. أتمنى لكم مستقبلا حافلا بالإنجازات. اتقوا الله في أمانتكم ووطنكم. My dear students, we are happy and proud of your achievements. Congratulations and best of luck for your bright future. أنتم هنا لتغيروا العالم، فلنبدأ من عمان لنجعلها متميزة. نبارك لجميع الخريجين وخريجات كلية الشرق الأوسط، وإلى الأمام دائما. فرحة اليوم هي نتيجة رحلة من التعلم والإصرار والتحديات، وبنفس هذه الفرحة سوف تبدأون رحلة عظيمة من العمل والإنجاز والتحديات أيضا. بوركت لكم فرحتكم أيها الخريجون. مثابرتكم الدائمة وعملكم متواصل يأهلكم للنجاح. مبروك عليكم التخرج. قدرتكم على الموازنة بين مسيرتكم التعليمية والأنشطة الطلابية الداخلية والخارجية نتاج وجودكم على مقاعد التخرج اليوم. مبارك لكم التخرج. بالعلم والمعرفة تبنى الحضارات وترقى الأمم، فهنيئا لكم ما حققتم. ونحن في كلية الشرق الأوسط نفخر بأننا كنا جزءا من هذا الإنجاز. العالم في انتظاركم، اليوم تحصدون مسيرة دامت لسنوات. مبارك عليكم التخرج. أعزائي الخريجون وعزيزاتي الخريجات، إنه لا يبهج خاطري ويسر ناظري وأنا أراكم على منصة التكريم في هذا الصرح التعليمي، تتوجون جهود أعوام منصرمة من الجد والاجتهاد. مبارك لكم التخرج وإلى الأمام دائما. تخرجكم اليوم هو نقطة الانطلاق إلى سوق العمل، ورابطة الخريجين متاحة دائما من أجل التواصل المستمر معكم. مبارك لكم هذا التخرج ومتمنين لكم دوام النجاح والتوفيق. I would like to congratulate all of you and I wish you good luck on your next journey. نبارك لكم ولأسرتكم الكريمة التخرج في هذا الصرح الأكاديمي المتميز كلية الشرق الأوسط، ونرجو الله أن يكون هذا العلم منارا لكم ولمستقبلكم المهني المشرق في خدمة سلطنة عمان. السير نحو النجاح رحلة لا نهاية لها. توقف قليلا، طور مهاراتك، انظر إلى المستقبل بتفاؤل، ثم أكمل رحلتك إلى النجاح. ألف مبروك وبالتوفيق. اصنعوا الفارق واتركوا أثر. ألف مبروك لكم هذا التخرج، وراح نشتاق لكم أكيد. مبارك لخريجين وخريجات كلية الشرق الأوسط، أتمنى لكم جميعا حياة عملية وعلمية ناجحة. طلابنا، كل اللحظات الصعبة اللي مريتوا عليها، كل التحديات انتهت،
اليوم يوم الحصاد، مبارك لكم التخرج. أنتم المستقبل الذي سترى به عمان النور، هنيئا لكم هذا اليوم. زوجتي العزيزة ليال الصبحي، أحب أشاركك فرحتك بالتخرج من الماستر بامتياز الحمد لله، بعد معاناة طويلة وشاقة في مجال التعليم، والحمد لله أتمنى لك حياة سعيدة وناجحة إن شاء الله ومتواصلة، وأتمنى لك مزيد من النجاح ومواصلة مشوار في الدراسة. أذكر أول يوم دراسي في السنة التأسيسية، جاتني بنت طبعا داخل الكلاس كعادتها متأخر، وكانت تدور مكان فزحفت لها شوية عشان تجلس جنبي، وبعدها طلبت قلم، جاية بلا قلم ولا كتب ولا شيء، عطيتها قلم وعطيتها دفتر، ومن هذيك اللحظة لخامس سنة هو اليوم يوم تخرجها، ونحن أصدقاء وأكثر من أصدقاء، نحن خوات، شاركنا الأيام كلها سنين كلها سنين دراسية. لصديقتي وحبيبتي عايدة البلوشي ألف مبروك عليش التخرج، والله يوفقك في حياتك العملية إن شاء الله مثل ما وفقك في حياتك العلمية. Proud of you, wish you all the best. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنتي وأختي نهى الغالية، مثابرتك سر نجاحك، إصرارك سر تفوقك، صبرك سر تميزك. باسمي أنا أختك سامية وباسم عائلتنا الكريمة، يسعدنا ويسعدني أن نتقدم لك أسمى آيات التهاني، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العلمية والعملية، وإلى الأمام دائما. السلام عليكم، إدريس الراشدي، خريج كلية الشرق الأوسط ماجستير في 2012، أعمل حالياً مدير مشاريع في عمان تل. أبارك للخريجين، أخواني الخريجين والخريجات تخرجهم، وأتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم العملي، وأوصيهم دائماً وأبداً أن يواصلوا طلب العلم، فهذه ما نهاية مشوارهم العمل العلمي، وكل التوفيق لكم إن شاء الله. صعوبات، تحديات، ضغط دراسي، أنشطة طلابية، كل هذا كان في كلية الشرق الأوسط. ما ننسى جميع الأشخاص اللي وقفوا معانا عشان نكمل هالرحلة، ونسعد أهالينا بها في النهاية. أنا اليوم فرحان بتخرج أحمد ولدي أحمد بن محمد الراشدي، وأتمنى له كل التوفيق، وإحنا كنا عائلة فرحانين حصاد هذا 4 سنوات الحمد لله، وأتمنى له كل التوفيق كل الخير إن شاء الله. في الدراسة مسكين تعبان، يجي حقيبة ماله مع الدفاتر ماله، ويكون تعبان في الليل، يسهر طول الليل يسهر يذاكر، والحمد لله رب العالمين الله وفقه والله نجح إن شاء الله، واتمنى له كل سعادة. نحن أنا شخصيا وأخوته والعيال كلهم. ابني العزيز، طبعا اليوم هذا يوم إنجازك، وليس إنجازك الوحيد، طبعا إنجاز لجميع أفراد أسرتك، بذلت فيها جميع جهدك لتحقق ما كنا نتمناه أن تكون فيه، أتمنى لك السعادة والتفوق إن شاء الله، وألف مبروك. مبارك عليك التخرج يا خالتي، والله يوفقك. وأنا حابة أهنيك، ألف مبروك يا نهلو. مبروك يا خالو نهلو في التخرج. مبروك يا زهرة، أتمنى لك الشهادة الكبيرة مال دكتوراه، والله يوفقك إن شاء الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي يا زهرة، أتمنى لك كل خير وكل تقدم. مبروك يا زهرة على التخرج، وعقبال ما تأخذ الدكتوراه إن شاء الله بإذن الله. مبارك لكم بهذا الإنجاز العظيم بتخرجكم اليوم هذا بكلية الشرق الأوسط، ونتمنى أن تكونوا سفراء لنا وللسلطنة في إنجازاتكم العظيمة المستقبلية، نتمنى لكم كل التوفيق. Congratulations. Carry the message of Middle East College and the Sultanate of Oman to wherever you go. Remember, you have what it takes to make a change to this world for a better tomorrow. A world that is sustainable, harmonious and strives for the well-being of the entire human race. All the very best for all your future endeavors. Let God's grace be upon you always.